أيها المسلم وحد الله، وحد الله وأخلص له دينك، واعلم أن مردك إليه ومصيرك إليه. ماذا تتأمل من قبر من ضريء من ميت في لحده؟ ماذا ترجو منه؟ أتطلب منه غوثا؟ فرب العالمين حي قيوم، أدعوني أستجب لكم. العبادة هي أصل في قبول كل الأعمال، فمن عبد الله وأخلص له دينه، دعاه دون ما سواه، ورجاه دون غيره، وخافه ولم يخف خوف الحقيقي إلا منه، وتعلق قلبه بربه، فهذا الذي تقبل عبادته. ومن عبد غيره ودعا غيره واستجار واستغاث بسواه وقال أيها الولي وأيها السيد فرج همي ويسر عسري واقض ديني وأشف مريضي وأنقذ مالي وإلى آخره، هذا نقول قد أشرك مع الله غيره، فلا يقبل الله منه أي عمل كائن من كان. لو صلى وصام وزكى وحج وبر وجهد فكل أعماله باطلة حابطة لا يقبل الله منها شيئا. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله غيره وتأله غير الله. والله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الله جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في حق أنبيائه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أيها المسلم إن توحيدك لله وتحقيقك لا إله إلا الله وإفرادك الله بكل أنواع العبادة أمن لك من عذاب الله يوم القيامة، أمن لك من الخلود في عذاب الله يوم القيامة، حتى وإن عذبت على قدر معاصيك فلا بد لك من الخروج من النار ولا بد من دخول الجنة برحمة أرحم الراحمين. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأنت ممن قال الله تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. توحيدك لله يوجب لك الجنة برحمة أرحم الراحمين. في الحديث من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. توحيدك لله ينقذك من مجرى الكفر والضلال ويجعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلم وحد الله، وحد الله وأخلص له دينك، واعلم أن مردك إليه ومصيرك إليه. ماذا تتأمل من قبر من ضريء من ميت في لحده؟ ماذا ترجو منه؟ أتطلب منه غوثا؟ فرب العالمين حي قيوم، أدعوني أستجب لكم. أتطلب نصرا؟ فما نصر نفسه حتى ينصر. أتطلب من نفعا؟ فالنفع والضر الله مالكها، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء. أتقول إنه رجل صالح فأنا أدعوه؟ نقول لا، هو صالح لكن دعاؤه لا يجوز. ادعو من هو عمل الصالح لأجله، فإن كان هو صلاحه لأجل طاعته لله فما بينك وبين الله وسيطة. ادعه وحده فلن تحتاج إلى واسطة ولا إلى شفعاء. في الدنيا تنفع الوساطة عند أرباب الجاه ويشفع عندهم الشافع فينفذون شفاعته، إما رجاء له وتوددا أو خوفا منه. أما ربنا رب العالمين فليس بحاجة لهذا كله، حتى الشفيع إذا أراد أن يشفع يستأذن ربه، فإن أذن الله له ورضي الله عمن يشفع وإلا لم يشفع.
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إن كنت تريد منه شفاعة فاطلب الشفاعة من مالكها، قل لله الشفاعة جميعا. تريد رزقا؟ فالله يقول فابتغوا عند الله رزق، لا عند أرباب القبور. تريد عزا ونصرا؟ فالله يقول جل وعلا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إخواني، إذا تأمل المسلم أولئك الذين غرقوا في الوثنية وابتعدوا عن منهج الله القوي ورأى ضلالهم، حمد الله على نعمته عليه بالإسلام وأن الله هداه للإسلام ومن عليه، فليحمد الله على هذه النعمة. هؤلاء يأتون إلى القبور، أولئك يطوفون حولها كما يطوف بيت الله، ويذبحون عندها الذبائح، ويعلقون التمائم، ويعكفون عندها، ويبكون ويخشعون. ومن ينادون؟ ينادون جثث أموات، وقد يكون ذلك تلك القبة موضوعة على قبر حمار أو كلب أو على التراب، لا يفرقون. وثنية تغلغلت في نفوسهم، نشأ عليها الصغير وهرم عليها الكبير، ولها دعاة ضلال وسدنة من فجار وكفار يغوون الناس ويضلونهم عن سواء السبيل، يعلقونهم بتلك الخرافات ويبعدونهم عن فاطر الأرض والسماوات. فيا من عرف التوحيد وعرف ما لأجله خلق فليتمسك بهذا، وليعلم أن هذا هو سبب نجاته وفوزه من عذاب الله، وأنه يرجو دخول الجنة والنجاة من النار. ومن ابتلي بتلك الخرافات فليجدد إسلامه، وليبدأ إسلامه من جديد، وليحمد الله أن أنار له الطريق وعرف الهدى من الضلال. يا إخواني، الشرك هو أعظم الذنوب وأكبرها. إن الشرك لظلم عظيم. نعم إنه ظلم، لأنه وضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة عند من لا يستحقها، ودعا من لا يستحق، ورجا من لا يستحق، وتعلق قلبه بهذا. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على صراطه المستقيم.